اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من مطبخ نور فاين فودز. تعالوا النهارده نعمل نوع جديد من الكبسه بس بشكل بسيط. دايما الكبسه بنستغل الامور ونشغل كل البهارات اللي عندنا، بس لو حطينا خلطه البهارات او خلطه التوابل بتاعه نور فاين فودز اكيد الموضوع بيختلف. انا هعمل النهارده الكبسه بطريقه سهله جدا ورايح كل ستات البيوت. لو هعمل كوبايتين رز الطبيعي بحط قدامهم 4 كوبايات ميه، مش ميه بس، احط عندي كمان فيها 3-4 مكعبات من مرقه نور فاين فودز. هجيب عندي المكعبات واحطها قبل اي شيء عندي في المياه السخنه. هكون مجهز عندي فرخه مقطعها على 4 قطع، دايما عارفين ان انا بحب دايما اقطع مكعبات المرقه بالشكل ده. هستغل المرقه عندي كل حاجه عندي النهارده. زي ايه؟ هسلق فيها فراخ، ده اول حاجه. هبدا اجيب عندي 1 عدد بصل يكون بالشكل دوت اقطعه، وعندي كمان جزر بالشكل دوت، كرفس، ورق غار، 2 عدد حبهان، قرفة حسب الرغبة، وقرنفل كمان، بهارات 7 حبات. هبدأ أحط عندي كمان 2 فص ثوم، بس هعمله بالشكل ده عشان يديني ريحة قوية جدا في وسط الكبسة بتاعتي. هجيب عندي الفراخ وانزل بيها بالشكل ده، هتسلق لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير جدا. هجيب عندي 1 عدد بصل بقطعه بطريقة تكون خفة جدا مع معلقة دقيق ومتحمر بالشكل ده، ومجهز كمان عندي الزبيب، وعندي كمان اللوز المحمص، وعندي كمان اي بهارات انا بحبها او اي مكسرات بنحبها كلنا. كوباية الرز البسمتي قدامها 2 كوباية من مرقة خضروات كنور فاين فودز. هحط عندي كمان في المرقة بتاعتي 2 معلقة صلصة طماطم من كنور فاين فودز، منها تديني لون وكمان تديني طعم كويس جدا في الكبسة بتاعتي. واقلب كويس جدا، وبالمرة تعال نحط الملح بتاعنا عشان ننساه ونبقى على منا كل حاجة. الملح، لو حبيت احط بودرة زعفران من دلوقتي برضو مفيش مشكلة خالص، وابدأ أقلب تقليبة كويسة جدا واسيبها لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، لحد ما تتسلق عندي الفراخ وغطي عليها، ونجهز مع بعض 2 كوباية الرز البسمتي أو 2 كوبايتين حسب الكمية المطلوبة. هكون مجهز برضو زبيب واللوز والبصل المحمر. تعالوا نزود كمان حبة فلفل أسمر. عايز أوريكم شكل الفراخ وهي داخلة في مرحلة التسوية، وزي ما انتم شايفين الرز عندي جاهز. تعالوا نبص بصه كده على الموضوع اللي بقاله كتير بيستوي. انا كده اطمنت شويه على تسويه الفراخ. هبدا دلوقتي احط مع حضراتكم الرز ونسيبه ياخد تسويته. طبعا 2 كوباية الرز البسمتي اللي عندنا مغسولين ومتصفيين كويس جدا. نبدا نقلب 2 تقليبتين، ونغطي ونسيبها مش اقل من 10 دقايق عشان خاطر الرز بتاعنا يكون استوى. انا كده سايب عندي الرز ياخد وقته مع الفراخ، ياخد طعم الفراخ وطعم كمان المرقه والخضروات وكل البهارات، وهو ده المطلوب. لمده 10 دقايق يكون الرز عندي استوى، وهنشوف هيبقى شكله عامل ازاي بعد 10 دقايق بالظبط. تعالوا بقى نشوف اخبار الكبسه ايه بعد ما استوى. الموضوع اختلف تماما. نقلبها كده شويه وبعد كده نروح نشوف اخبار الغرف ايه بالشكل ده. واحدة واحدة. نبدأ نساوي بالشكل الجميل ده. الفراخ استوت وهو عليها كمان حبة كزبرة كده على الوش، كزبرة خضراء، الزبيب حسب الرغبة، لوز محمص طعمه يبقى حكاية مع الكبسة، وكمان البصل المحمر لو انتوا فاكرينه يبقى طعمه جامد. وبالتالي تكون خلصت الكبسه الفراخ بشكل بسيط وسهل. وبهنا وسهلا.